عقد مجلس الشورى جلسته برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي. وبعد تدارس المجلس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، وافق المجلس على المشروع بقانون. وكانت اللجنة قد أكدت في تقريرها على أهمية إعطاء العمالة الوطنية الحماية القانونية من خطر إنهاء عقد العمل حتى مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنشأة، ما دامت تتوافر في هذه العمالة الكفاءة والخبرة المطلوبة للنهوض بمتطلبات العمل. يشار إلى أن اللجنة انطلقت في مبرراتها بالموافقة من الاستحقاق الدستوري الذي جاءت به المادة 13 فقرة ب من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أن الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، إضافة إلى مساندة اللجنة لإصلاحات سوق العمل ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تستهدف جعل العامل البحريني الخيار المفضل لدى أرباب العمل عبر الارتقاء بدرجة تنافسية العامل البحريني مقابل العمالة الأجنبية. قانون اليوم هو يعتبر يعني في مصلحة المواطن البحريني والموظف البحريني، لأنه يحمي حقه في الاحتفاظ بوظيفته حتى تحت ظروف العمل الصعبة اللي يمر بها صاحب العمل، بحيث أنه يكون حق إنهاء عقد العمل للموظف البحريني بعد ما ينهى عقد عمل الموظفين الأجانب، وهذه يتماشى مع دستور مملكة البحرين اللي هو تكفل الدولة تحقيق فرص العمل، إيجاد فرص العمل للمواطنين البحرينيين بما يكفل عدالة شروط العمل. فهذه طبعا حماية للموظفين المواطنين البحرينيين في وظائفهم، لأن أي إنهاء عمل ممكن يعتبر إنهاء تعسفي في هذه الحالة. طبعا كمبدأ فيما يتعلق في حفظ العامل البحريني اللي نص عليه المشروع لا خلاف عليه، ولكن طبعا الخلاف كان حول مسألة الضمانات الحقيقية التي تكفل للعامل البحريني ضمان حق الوظيفي وحقه في التعويض واعتباره من حالات الفصل التعسفي في حالة الإنهاء. حقيقة كنا نسعى أن تكون هذه النصوص واضحة ومدرجة في مشروع القانون حتى يسهل لصاحب الحق أن يعلم ما هي حدود حقوقه، وصاحب العمل يعلم التزامه تجاه العامل البحريني، وكذلك ييسر ويسهل مهمة القضاء في مسألة الفصل في الدعاوى التي قد تنشأ ويطعن فيها أمام القضاء، باعتبار أنه هو نص على معيارين المؤهل والكفاءة، وبالتالي إحنا بحاجة لمعرفة ما هي الشروط ومعايير الكفاءة التي على ضوءها سيتم المفاضلة ما بين العامل البحريني والأجنبي.